اهلا وسهلا بكم في قناة تعلم مع آدم وإياد. أتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. في إطار استعداد امتحان الموحد المحلي للدورة الأولى بالنسبة للمستوى السادس، هنشوفوا نموذج للامتحان الموحد المحلي لمادة التربية الإسلامية دورة يناير 2023. نموذج على شكل PDF هتلقاو في الوصف. معلومات اللي خاصكم تعرفوا أن مدة الإنجاز 45 دقيقة. حاولوا تتعاملوا مع الوقت. معلومة أخرى، ما تنسوش الاسم ديالكم ورقم الامتحان، كتبوا معلوماتكم هي الأولى قبل ما تبدأوا إنجاز الامتحان. إذا كما قلت لكم نموذج ممكن تخرجوه على شكل PDF وتخدموه باش تعودوا، عملوا الوقت ديالكم باش تعودوا على إنجاز الامتحان الموحد. إذا نبداو بأول سؤال هو التسلية. إذا وضعية الانطلاق، شاهدت أحد البرامج الدينية التلفزية، تحدث ضيف حلقة عن مظاهر عظمة الله في الخلق وعن ضرورة التأمل في هذه المخلوقات لكي يعرف الإنسان الله معرفة حقيقية ويزداد إيمانه به، مستدلا بذلك بآيات من سورة الملك. إذا انطلاقا من السند، انطلاقا من وضعية الانطلاق، نحاول نجاوبوا على الأسئلة. إذا السؤال الأول، أتمم كتابة الآيات الكريمة. إذا قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك إلى العذاب السعير. إذا هذا استظهار كتابي، حاولوا تكتبوا بالشكل كذلك بدون أخطاء إملائية. إذا غنكتبوا هذه الآيات القرآنية من سورة الملك. إذا بالنسبة لهذه الآيات القرآنية، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وحسيرا، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم العذاب السعير. إذا هذه هما الآيات القرآنية. إذا هنا ممكن مسوادي حيت معاود جوج مرات. إذا بهذا نكون كتبنا هذه الآيات القرآنية بشكل. إذا ننتقلوا السؤال الثاني. إذا السؤال الثاني، سل بخط ما في المجموعة الأولى ألف وما يناسبها في المجموعة باء. إذا عندنا آية الشرح ديالها في المجموعة باء، والذي جعل بكم الأرض ذلولا ليبلوكم ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. إذا هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، إذا هو الذي جعل لكم الأرض، إذا هنا خطأ، إذا حاولوا تصححوا هذا الخطأ، لكم الأرض ذلولا. إذا ما معنى جعل لكم الأرض ذلولا؟ معناها إذا الله يسر الأرض للاستقرار عليها. إذا هذا هو الجواب الصحيح. ليبلوكم معناها ليختبركم ليمتحنكم. إذا ليختبركم ليمتحنكم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. إذا زين الله السماء بالنجوم. إذا هنا زينا كذلك خصنا ألف. إذا ننتقل للسؤال الثالث. إذا صحوا الأخطاء. إذا السؤال الثالث، من خلال ما ذكره الخطيب وما درسه كيف يهتدي الإنسان إلى معرفة الله؟ يعني يهتدي الإنسان إلى معرفة الله عن طريق التأمل في مخلوقاته. إذا نكتب الجواب، يهتدي الإنسان إلى معرفة الله عن طريق ماذا؟ عن طريق التأمل. عن طريق التأمل في مخلوقاته. نعم، إذا كسبنا الجواب. إذا يهتدي الإنسان إلى معرفة الله عن طريق التأمل في مخلوقاته. إذا سلينا السؤال الثالث. إذا ننتقل إلى السؤال الرابع. إذا بالنسبة، إذا هذا باش يبان لكم السؤال الثالث. إذا ننتقلوا السؤال الرابع، اكتب الحكم التجويدي المناسب المد إخفاء النون. إذا هنا أمنتم، إذا هنا عندنا المد المنفصل، إذا عندنا المد من شيء، هنا النون إخفاء النون لأن ما كتنطقش، إذا هنا عندنا إخفاء النون، إذا نكتبوا إخفاء ماذا؟ إخفاء النون، إخفاء النون، إذا عندنا المد في أمنتم. وبالنسبة من شيء عندنا إخفاء النون. إذا ننتقل للسؤال الثاني اللي هو الابتداء والاستجابة، وضعية الانطلاق. إذا شاهدت برنامجا دينيا تحدث فيه المرشد الديني عن الصيام،
كما تحدث عن جهود الرسول صلى الله عليه وسلم في تبليغ رسالة، فقمت بمناقشة ما شاهدته في هذا البرنامج وما اكتسبته من دروس مادة التربية الإسلامية مع أحد أصدقائك. إذا أجب بنعم أو لا. إذا هنحاولوا هنا نهضروا على بالنسبة للصيام إلى آخره. إذا هنا السؤال الأول، أجب بنعم أو لا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان رؤوفا رحيما في تبليغ دعوته. نعم، الجواب عنكسبو نعم. إذا كان رؤوفا رحيما في تبليغ دعوته. إذا الجملة الثانية، الرسول صلى الله عليه وسلم كان قاسيا فظا في تبليغ دعوته. ما كان فظا قط. إذا هذا لا. إذا نكتبو لا. إذا غنمشيو دابا السؤال الثاني، عرف الصيام. إذا عرف الصيام لغة وشرعا. إذا لغة هو الإمساك والامتناع عن شيء ما، وشرعا هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله. إذا غنشوفو السؤال لغة هو الإمساك والامتناع. إذا الإمساك، إذا الإمساك، الإمساك والامتناع، والامتناع عن ماذا؟ عن شيء ما، عن شيء ما، عن شيء ما. هذا لغة. نمشيو اصطلاحا أو شرعا. إذا شرعا هو الإمساك. إذا شرعا هو الإمساك عن شهوتي، هو الإمساك، خاصكم تحفظوا هذا التعريف، هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع، إذا والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس. نعم، كتبنا التعريف. إذا نعود لكم التعريف. إذا هو الإمساك، هو الإمساك عن ماذا؟ عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. تقل السؤال الثالث، ضع علامة إكس أمام شروط الصيام. إذا عن العقل، إسلام، الطهارة، عدم إيصال شيء من المعدة، البلوغ. إذا شروط الصيام، إذا نكتبوا علامة إكس بالنسبة لشروط الصيام، كين العقل، كين الإسلام، وكين البلوغ. إذا هنا الشروط، ماشي فرائض الصيام. إذا شروط الصيام، العقل، إسلام، البلوغ. ننتقل للسؤال الثالث، القصة والحكمة. املأ الفراغ بما يناسب بما يلي، عن الأصنام حورهم القمر والشمس خالق. إذا قصة إبراهيم عليه السلام، بحث سيدنا إبراهيم عن الحقيقة من خلال تفكره في ماذا؟ فلما أفل. إذا من خلال تفكره في القمر والشمس، فلما أفلا. إذا هنايا عندنا القمر والشمس، القمر والشمس. إذا فلما أفلا توصل إلا أن للكون ماذا؟ أن للكون خالق، أن للكون خالق هو الله سبحانه وتعالى. وعاد إلى قومه محاولا أن يدفعهم إلى التوحيد بالعقل والتفكر، وماذا؟ وحاورهم بأدب، وحاورهم بأدب ابتغاء. إذا وحاورهم بأدب، وحاورهم بأدب ابتغاء الخير والنجاة لهم، ولكن تمسكوا بعبادة ماذا؟ تمسكوا بعبادة الأصنام، تمسكوا بعبادة الأصنام، إذا تمسكوا بعبادة الأصنام وحاربوه وهو ماض في دعوته. إذا بحث سيدنا إبراهيم عن الحقيقة من خلال تفكره في القمر والشمس، فلما أفل توصل إلى أن للكون خالق هو الله سبحانه وتعالى. وعاد إلى قومه محاولا أن يدفعهم إلى التوحيد بالعقل والتفكر، وحاورهم بأدب ابتغاء الخير والنجاة لهم، ولكنهم تمسكوا بعبادة الأصنام وحاربوه وهو ماض في دعوة. سلينا السؤال الأول، انتقلوا السؤال الثاني. اقرأ وضعية الانطلاق وأجيب على الأسئلة. وضعية الانطلاق، إذا منها عدم بلاء إبراهيم عليه السلام أن أباه كان يعبد الأصنام، وكان يحرص على هداية ودعوة إلى عقيدة التوحيد، إلى أن أباه كان يصده دائما ويرفض دعوته، ولم ييأس سيدنا إبراهيم من هداية أبيه، فكان يتلطف له في الحوار ويخاطب بأدب رفيع فيناديه يا أبتي. إذا هنا بالنسبة سؤال الأول، كيف كان يحاور إبراهيم عليه السلام أباه من خلال النص؟ إذا هنا قلق استخرجوا هذا الشيء من النص. إذا يتلطف له في الحوار، كذلك يخاطب بأدب رفيع فيناديه يا أبتي. إذا نكتب الجواب، إذا يتلطف له في الحوار،
يتلطف له في الحوار، يتلطف له في الحوار، يتلطف له في الحوار ويخاطبه بأدب، ويخاطبه بماذا؟ بأدب. إذن يخاطبه بأدب، بأدب رفيع، ويناديه يا أبتي، ويناديه ويناديه يا أبتي، يا أبتي. نعم، إذن هذا بالنسبة طريقة ديال محاورة إبراهيم عليه السلام لأبيه. إذن كتبنا الجواب. إذن ننتقلوا دابا السؤال الثاني، أجب بصحيح أو خطأ عما يلي. إذن الجملة الأولى، أقتدي بحوار سيدنا إبراهيم عليه السلام. نعم صحيح، نكتب صحيح. إذن نمشي الجملة الثانية، أحاور أقاطع محاوري ولا أصغي. لا، هذا من ليس من آداب الحوار. إذن خاصني ما نقاطعش المحاور ديالي وخاصني نسمع ليه. إذن هنا خطأ، إذن نكتبه خطأ. إذن نمشي الجملة الثالثة، إذن هنا أحترم من يخالفني الرأي. نعم، الاحترام واختلاف الرأي لا يفسد للود قضية، إذن كما يقولون. إذن هنا صحيح، إذن ما خصنيش نتعصب ولا مثلا نجي عكس. إذن هنا اختلاف الرأي مزيان باش كل واحد كيعبر على الرأي ديالو. إذن الجملة الرابعة، أتلطف في الحوار مع من يكبرني سنا. إذن نعم، إذن نعم، إذن وخصني أتلطف في الحوار مع كل شيء، من يكبرني سنا. نعم، اذا هنا يعني كما قصص ابراهيم، يعني رغم انه كان يعني يعبد الاصنام ولكنه كان يحاور باداب وكان يخاطبه بكلام حسن. اذا صحيح، نكتب صحيح. نعم، هذا بالنسبه لهذا الامتحان الموحد، امتحان في المتناول. رجعتم مزيان، عجبكم النقاط عاليه ان شاء الله، نتمنى لكم التوفيق. شكرا والى اللقاء.